بزاف ديال الشباب كيصيفطوا لي ميساج كيقولوا لي عفاك هضر لينا على المجال ديال كره القدم، اللي كيف ما تنعرفوا انني دوزت واحد تقريبا واحد 12 عام في المجال ديال كره القدم، اللي تربيت في جميع الفئات ديال الاتحاد الزموري الخميسات من كنا صغار حتى كبرنا، وربي ما كتب ليناش الرزق اننا نلعبوا الكره، وربي هو اللي كيفرق الارزاق بحكم التجربه ديالي متواضعه في المجال ديال كره القدم. اللي هضروا لي الدراري بزاف على كيفاش كيدوز تيست، وبزاف ديال الدراري ملي كيدوزوا لا تيست وما كينجحوش فيه، وكيقول لك راه واخا حنا راه لعبنا مزيان ولكن راه تيست ما تهزيناش فيه وحسينا براسنا اننا لعبنا وما تهزيناش في التيست. كيف ما كنعرفوا ان لي تيست ديال الكره كيكون ما بين شهر 6 7 8 9، يعني في هذه المرحله اللي كيكونوا اغلبيه ديال الشباب كيدوزوا العطله الصيفيه. يعني في العطله ديال الصيفيه الا ما كنتيش كتريني والا ما عندكش لا كونديسيون فيزيك، اللي هي اول حاجه في لي تيست اللي هي لا كونديسيون فيزيك. يعني ما عندكش كونديسيون فيزيك راه اوتوماتيكمون اي تيست غادي دوز راه ما غاديش تنجح فيه. لا تش اي فرقه كتشوف ليك كيفاش انت واقف وسط التيران، ماشي كيفاش انت لاعب وسط التيران. اي كتلعب مزيان كتشد كره كتكونترولي مزيان كتباسي مزيان كتعطي كونترول، المهم بزاف ديال الحوايج كدير لي لونغ فيرمي لي لونغ اوفيرتور، يعني كتحل الكره تسد الكره، المهم هادشي. ولكن وسط التيران كتحس براسك انك مخنوق. هنا اول حاجه كيعتمدوا عليها الفراقي الكبار خاصه في المغرب، يعني لا كونديسيون فيزيك، كيفاش كديبلاسي انك تهاجم وكيفاش كديبلاسي انك تدافع. يعني باش تدافع وتهاجم اول حاجه خاصك لا كونديسيون فيزيك. يعني لما كنتيش كتريني ما تحاولش انك دير واحد لي تيست في الفراقي اللي غادي يكونوا عاليين في لا كونديسيون فيزيك وكيكونوا الدراري عندهم لا كونديسيون فيزيك ديالهم طالعه. حاول انك تريني لا كونديسيون فيزيك ومن بعدها حتى لا درتي تيست، المهم كتكون لا كاباسيتي ديالك الايروبي يعني التحمل ديالك كيكون طالع، تتعلي تديبلاصا في التيران مزيان. ما تجيش غتجي انت دير تيست مثلا في الجيش الملكي، ولا غادي دير تيست في الوداد، ولا غادي دير تيست في الرجاء اللي هما فرقي كبار، وغادي تبقى غير تشد كره وتزري بها. لا، راه يشوفوا كيفاش انك تدافع وفي اللحظه ديال انك تترجع. بزاف اغلبيه ديال الشباب كياكل العصا في هذه القضيه هذه، كيف ما قلت لكم الاغلبيه ديال الشباب كياكل العصا في هذه القضيه ديال هذه، كيشد كره كيعطي لي باس كيكونترولي كره كيسونطري كيتيري، ولكن يقدر يدافع وما يهاجمش، ويقدر يهاجم وما يدافعش. يعني لا كونديسيون فيزيك اول حاجه، وتكون راسك متمكن باللي انت عندك لا كونديسيون فيزيك. انت لو دخلتي للتيران كتبان واقف، ابار الوقفه ابار التحزيمه ابار الشخصيه ديالك، كيفاش كتحرك في التيران، كيفاش كتهضر مع اللعابه ديالك، كيفاش كتوجه الكره شوفها، يعني كتشدها كتكونترولي تلقى باس، فهمتيني؟ يعني لي تيست كيعتمد على هاد الامور، الشوفه ديالك داخل التيران، يعني الابجديات ديال الكره. انت ككويري او انت كممارس ديال كرة القدم ما تحتاجش ان مدربين الاخرين عادي يوجهك كيفاش تلعب الكرة، يعني شديتيها باس باق تمشي لبلاصتك، يعني وبلاصتك تكون كتحرطها الي وروجو. يعني كيف ما قلت لك الاساس هو لا كونديسيون فيزيك. كيف ما قلت لكم ان الشباب كيشد العطلة ديال الدراسة شهر 6 7 8 كيمشي انه كيدوز في الصيف البحر كيضيع 3 شهور ديال لونطريمون، ما كتقبلوش شي جوج فراقي تيجي تيقول لك ولا والقضيه فيها باك صاحبي انا راه لعبت مزيان وانني ما هزونيش وكذا وهذه. لا، انت داخل تيران لعبتي، ولكن هما لي بروف او الناس اللي كيكونوا مهتمين بذاك المجال راه كيشوفوا شي بوان اللي انت ما ركزتيش عليهم. يعني واحد لي بوان اللي كانوا ساهلين الا رديتي لهم البال غتلقى راسك ضيعتي فرصه كبيره على راسك انك ما تقبلتيش بهذاك لي تيست. يعني خاصك تعرف، يعني انت خاصك تراجع لي بوان فيبل ديالك قبل انك ما تدخل واحد تيست مع واحد الفرقه اللي كيكون عندها واحد النيفو طالع. راه ما يمكنش غادي تلعب لي تيست مع الجيش الملكي او الرجاء وغادي دير واحد اللعب ديال التعربيز، فرق كبار عندهم مدربين كبار، يعني كيشوفوا واحد لي بوان اللي انت غايبه عليك.
يعني حاول انك تعتمد فقط على كونديسيون فيزيك. انا تنهضر على لا كونديسيون فيزيك حيت حنا نزلنا من هاد التجربه ديال لي تيست وما نجحناش منهم. علاش؟ حيت تلهينا في الخوا الخاوي، فهمتي؟ يعني تلهينا في الخوا الخاوي، ما ركزناش على الكونديسيون فيزيك. كنا تنلعبوا كره اه، ولكن ما كناش كنترينيو كيف ما ولينا تنترينيو في رياضه الالعاب القوى. هنا رياضه الالعاب القوى باش مزيانه هي انك تتريني لا كونديسيون فيزيك، كتخلي القلب ديالك مشارجي، كتجيك اي حاجه سهله. لو كان يجيني دابا شي تيست ديال كره القدم غادي ندخل للتيران، ندخل للتيران بحال السبعه، يعني القلب عامر، يعني غندي بلاص نعرف كيفاش نسلك راسي. علاش؟ حيت القلب عامر. ولكن كون جاوني شحال هادي ما غنقدرش نلعب كره القدم حيت كنت كنتفلى، وهادشي اللي خلانا اننا ما نوصلوش. يعني هادشي اللي ما خلاناش اننا نوصل ما نوصلوش، ماشي القضيه ديال باك صاحبي. علاش كنا تنخشو في لونطريمون؟ ما كناش كنترينيو كيف ما قلت لكم. وبلا ما نطول عليكم، لي تيست ديال كره القدم باش تقبل فيهم حاول انك تريني، دخل لي فوتينغ لا ميسكيلاسيون لا سوبليس تكون عندك مزيانه، حاول انك ما تزيدش في الوزن في الفتره اللي غادي تكون فيها عطله، وحاول انك تدخل لي فوتينغات خاصه لي فوتينغ طوال ساعه حتى ساعه وسمي، هكا كتشارجي القلب والقلب كيكون عندك مشارجي، وكتخلي انك وسط التيران ما تزيرش ما تخنقش. حتى كيف ما تنعرفوا ان التيران، كيف ما تنعرفوا ان التيران خاصك تحرك فيه مزيان، خاصك ديبلاسي مزيان هانتي هنا هانتي هنا، وتريني بالعقليه وتكون عندك واحد لا كونديسيون فيزيك نقيه. دونك هنا مزيان اول حاجه اللي غادي نهضر عليها في الاس ديال الكره هي لا كونديسيون فيزيك. تريني كونديسيون فيزيك مزيان وعمر مزيان وشارجي مزيان وسير لعب الكره، ولا ما وصلتيش اجي عاتبني ديك الساعه. وشكرا.